حركة تجارية نشطة تشهدها الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك. هذه الحركة يقابلها إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء مستلزماتهم الأساسية والتي تسمى بسلة الغذاء لدى الأردنيين. تيجي للأسعار العالمية نازل، فالمواطن من 20 سنة موظفين متقاعدين ضمان عسكريين مدنيين ما في زيادة رواتب، الرواتب إلها 20 سنة زي ما هي، والأسعار زادت فوق 100 ضعف. تراكم الأسعار وارتفاع اللحوم وارتفاع إلى أسباب كثيرة، إلى أسباب اقتصادية، إلى أسباب سياسية، إلى أسباب إدارية، إلى تخبط في الإدارة، إلى عدة أسباب. فالمواطن الأردني أقسم بالله العظيم في الشعب زي الشعب الأردني بيتحمل في العالم. كاميرا المملكة تجولت في بعض أسواق العاصمة ورصدت ارتفاعات في أسعار أصناف بعض المواد الغذائية كاللحوم والدواجن والسكر وكذلك الألبان ومشتقاتها، وهذا ما أكده مواطنون التقت فيهم خلال تجوالها. تتبضع اليوم ترجع ثاني يوم على المول بتلاقي اللي أخذتيه سعره ارتفع. طب بيرتفع ليش؟ ما هو ما في أصلا سيولة، يعني لو في رواتب وفي فلوس وتغلي عادي، ما دام ما في يعني مفروض يتقلل مش يزيد، يعني شيء الناس الله يكون بالعون. يعني الدجاج يعني بتلاقي من اسبوع لاسبوع كثير بيختلف، يعني مرات 180 مرات دينار ونص، يعني الكيلو مش سهل لما يبقى هالقد سعره. الزيوت كثير بترتفع، الرز اللي كان يبقى 5 كيلو بنفس سعره هلا صار يحطوا 3.5 كيلو، يعني كثير كثير فرقت اشياء. كثير في ارتفاع بالنسبه للخضار اللحوم الدواجن بشكل عام، كله صار قبل رمضان الكل بده يرفع أسعار. مواطنون أكدوا أيضا أن بعض التجار ربطوا ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بارتفاع أجور النقل والاستيراد والتصدير وكذلك ارتفاع الكلف عالميا. بالنسبة لزيادة الأسعار بشكل عام، إحنا لاحظنا في السوق بس زيادة أسعار الرز الحب المتوسطة. بالنسبة لموضوع الدواجن واللحوم ومشتقات الحليب ما في عليها زيادة، ضئيلة جدا الزيادة، والمخزون الموجود في الأردن بغطي هاي الزيادة، ما في يعني حيكون في رفع قطعيا. والأسباب اللي مش حتخلي في رفع عندنا سببين. السبب الأول القوة الشرائية انخفضت بشكل كبير جدا، مبيعاتنا في شهر 2 كانت منخفضة جدا، التجار كانوا في الجلف فود السنة بالفترة من 20 لـ 24 صراحة ما عمل عقود، من الأسعار الخارجية أعلى من أسعار عمان. المخزون مطمئن وموجود الحمد لله بكثرة، وما في أي تخوف من موضوع ارتفاع أسعار في رمضان إن شاء الله. فارتفاع أسعار أغلب السلع التموينية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي أثر على نمط استهلاكه وسط الظروف الاقتصادية الصعبة وضعف القدرة الشرائية مقارنة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وسط مطالبات واسعة لضبط الأسواق وأسعار السلع بشكل أكبر. بعد انخفاضها عالميا، شهدت أصناف بعض المواد الغذائية كاللحوم والدواجن والألبان بعض الارتفاعات في أسعارها، فيما يعزو تجار السبب إلى ارتفاع أجور النقل والحرب الروسية الأوكرانية. سنرى قطمين المملكة عمان. سنتحدث بشكل موسع مشاهدينا حول هذا الموضوع. معنا في الاستوديو المستشار الإعلامي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور حسين العموش. صباح الخير لك دكتور، أهلا وسهلا بك معنا بداية في صباح المملكة. هل شهدت بعض الأصناف كما اشتكى الكثير من المواطنين ارتفاعات على أسعارها وتحديدا الألبان واللحوم والدواجن؟ نعم، شكرا. صباح الخير عبركم من خلال الأخوة المشاهدين الآن. حقيقة لجان الجمعية توصلت لنا إلى أن هناك ارتفاع في عدد من السلع، وخاصة السلع التي تمثل سلة غذاء الأردنيين، يعني البيض، الألبان بمشتقاته، اللحوم، الدواجن، السكر وأصناف أخرى، أغلبها أصناف يستعملها المستهلك الأردني في حياته اليومية. طبعا اسباب او يعني تم عزو هذا الارتفاع بالتواصل مع الجهات المعنيه بان هناك ارتفاع في النقل وقضايا اخرى، وهذه حجج واهيه يعني يستعملها بعض التجار للاسف في اوقات قبيل رمضان المبارك. يعني يعمد بعض التجار، ولا اقول جميعهم لانه هناك التاجر اصلا هو مستهلك. نعم. يعني هو يبيع صنف معين لكنه يستهلك أصناف أخرى أكثر،
فلذلك يعني هذا الارتفاع غير مبرر وغير منطقي، وعلى الجهات ذات العلاقة، ويعني هنا نعم. وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن تقوم بدورها. طيب. طبعا القانون يعطيها الحق بأن تضع سقف سعري لأي سلعة، وقد قامت الوزارة بذلك لسلعتين وكانت طريقة ناجحة بصراحة. يعني التاجر الجشع وهم قلة، حتى ما نظلم البقية، حتى ما يكون في تعميم، حتى ما يكون في تعميم. طيب خلينا نخوض بالتفاصيل الأسباب دكتور بشكل أعمق، سواء نعم. كانت من التجار أو حتى من جهات أخرى. هناك من يقول ضعف الإقبال على أو ضعف القوى الشرائية اليوم نعم. في السوق هو أحد الأسباب التي أدت لارتفاع أسعار بعض السلع، وهذه نعم. السلع التي ارتفعت أسعارها. نعم سيدي، يعني إحنا معتادين عبر الجمعية، عمرها اليوم 34 عام، معتادين في عملنا بالجمعية قبيل رمضان مبارك ترتفع أغلب السلع، وخاصة السلع اللي الأساسية خلينا نقول سلة غذاء الأردنيين اللي هي احنا بنحددها ب 33 سلعة تقريبا، أغلبها ترتفع قبيل رمضان مبارك. هلا كل واحد يعني كل صاحب مصلحة يعني يضع أعذار ويضع مسببات لهذا الارتفاع، لكن بأكد لك أنه أسباب الارتفاع هو جشع بعض التجار وبحثهم عن أرباح أعلى. طبعا هم بيقولوا لك الارتفاع النقل وإلى آخره، وشوف يعني سلسلة التسويق اللي احنا نشتغل عليها ومدركينها بحماية المستهلك بتعطي تقريبا ربح من 15 ل 25% بالمواد التموينية حسب طيب اسمح لي دكتور، يعني أنت تتحدث بأن بعض التجار هناك جشع، هناك طمع برفع الأسعار على المواطنين، وتحديدا في هذه الفترة، دعني أن أسميها فترة الذروة وما قبل شهر رمضان المبارك، ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك خلال نهاية شهر 3 الشهر المقبل. هذا الجشع يجب أن يوضع له حد من قبل الجهات المعنية. ما هي الحلول باعتقادك لضبط هذه العملية بشكل أكبر، ودور الجمعية في هذا الجانب؟ نعم شكرا سيدي، الحلول موجودة وإحنا طرحناها بطرحها الآن عبر شاشتكم. بناشد معالي وزير، يعني أولا دولة رئيس الوزراء للتدخل، لأنه هذا موضوع بهم كل الأردنيين. صحيح. وبناشد معالي وزير الصناعة والتجارة اللي إحنا بنجله ونحترمه وبنقدر دوره الأمانة، أن يقوم اليوم قبل الغد بوضع سقوف سعرية للسلة غذاء الأردنيين، للسلع التي سيتضرر منها الأردنيين. يعني تصور أن الأردني اللي راتبه 400 دينار سيدفع زيادة حوالي 80 دينار مقابل لا شيء، مقابل أرباح تأتي إلى 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 بعض التجار. طبعا دورنا كجمعية، ده جوابك عليه، إحنا جمعية حماية المستهلك عملها توعوي ودراسات وقضايا دراسات فنية مزود فيها الجهات المعنية، وعملنا توعوي. احنا طبعا عبركم كمان بنناشد اخوان المستهلكين ان يعتدلوا في شراء بعض السلع، لانه في يعني قبيل شهر رمضان المبارك تعمد بعض الاسر الى شراء كميات كبيره من الاجبان، كميات كبيره من التمر، كميات كبيره من بعض السلع التي يظن المستهلك انه سيستهلكها. طبعا القاعده تقول ان تشتري لمده 3 ايام، ما في داعي تكدس عندك. اولا التكديس يعني يحتاج الى امكنه ويحتاج الى كلف ايضا، ما في داعي تكدس، المواد موجوده في 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 الاسواق، وتقدر تشتري كل ثلاث ايام. القاعده الاساسيه تقول لا تشتري وانت جائع، يعني عاده اخوان صايم يعني لما بكون صايم بروح بشتري كل شيء بوجوه، وبالتالي انت اغلب هاي الاشياء او 50% منها بتروح للاسف الى الى يعني لا يستعملها. طيب يعني بتتحدث بنقطه مهمه جدا، الدور التوعوي والارشادي سواء كان للمواطنين او حتى بمساعده الجهات الحكوميه لايجاد حلول عن طريق المقترحات. هل من اجتماعات عقدت، مشاورات عقدت مع الجهات ذات العلاقه لايجاد حلول وضبط عمليه التلاعب بالاسعار بشكل اكبر، او حتى بنقطه مهمه جدا اللي هي تفادي عملية التلاعب بالأسعار في شهر رمضان، بعيدا عن الارتفاع اللي شهده المواطن خلال الأيام اللي راحت؟ خلينا نحسب بأنه ما صارش في ارتفاع، لكن باعتقادي يجب أن يكون هناك لقاءات تحديدا في هذه الأوقات في وقت ما قبل شهر رمضان المبارك للحيلولة دون ارتفاع الأسعار، المشكلة التي يعاني منها المواطن لربما في كل
سنة في كل عام في كل شهر رمضان؟ نعم، احنا لقاءاتنا مستمرة ومتتابعة، واحنا يعني كجمعية ممثلين في اغلب اللجان الفنية والمتعلقة سواء مواصفات ومقاييس، مؤسسة الغذاء والدواء، وزارة الصناعة والتجارة، السوق المركزي، احنا ممثلين يعني تمثيل كامل. وهذا كمان يعني فرصة يعني نشكر الحكومة اللي هي يعني مثلت الجمعية بكافة اللجان. لكن بقول لك مرة أخرى بأن الموضوع لا يتعلق بلقاءات ولا جلسات، الموضوع يتعلق باستعمال القانون الذي أجاز لوزارة الصناعة والتجارة بوضع سقوف سعرية، وهذا الأمر خطير. يعني إذا 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 مشت الأمور من هول الأسبوع، يعني ليش أقول لك إنه اليوم يجب أن تبادر الوزارة إلى صحيح. هذا الأمر إذا مشت الأمور من هول الأسبوع 10 أيام يطمع التاجر بارتفاع آخر، بارتفاع آخر، لأنه هو بالنسبة له المحرك الأساسي له أن يجني أرباح. للأسف يعني بعض التجار الهدف الأساسي لهم أن يجنوا أرباح على حساب المستهلك اللي هو أصلاً دخله متآكل. يعني احنا بنعرف انه دخل المستهلك متآكل، اوضاعه صعبه، مقسم راتبه على النقل وعلى مدارس وعلى قرطاسيه وعلى كهرباء وعلى مي وعلى اخره. فشعورا من الحكومه الان مطلوب تحرك فوري. طيب كيف تقيم الجمعيه اليوم عمليه الرقابه على هذا الموضوع تحديدا في موضوع التلاعب بالاسعار من قبل بعض التجار في هذه الأوقات تحديدا، وارتفاع الأسعار الذي قد نشهده وشهدناه خلال المرحلة الماضية وقد نشهده خلال شهر رمضان المبارك، ما أنه في عندنا قوانين وتنظيمات وتشريعات تضبط هذه العملية ككل؟ إذن المشكلة ليست بالقوانين وإنما المشكلة قد تكون في عملية الرقابة دكتور. صحيح 100% سيدي. يعني الأمانة عشان الواحد ما يكون منصف، وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقوم بدور يعني ممتاز، وإحنا مش دائما نأخذ الجانب السلبي. إحنا بالبلد الحمد لله أمورنا مطمئنين، أمورنا تمام، ونطمح للأفضل. طبعا نطمح للأفضل، لكن مطلوب من الوزارة الآن قبيل شهر رمضان أن تقوم بواجبها، بحيث تقوم بوضع سقوف سعرية لسلع هي تعرفها الوزارة. وأنا مستعد الآن أطلع من عندك باتجاه الوزارة يعني ونحكي على الطاولة، ما في شيء يعني مخبأ، كله لمصلحة الإخوان المستهلكين. على موضوع الجودة، يعني جودة الغذاء، بأكد لك اليوم إنه جودة الغذاء الأردنيين يعني قياسا، طبعا احنا انا مدير المركز الإعلامي بالاتحاد العربي للمستهلك، بأكد لك بأنه قياسا بالدول العربية الأردن من أوائل الدول العربية جودة بالغذاء. وهذا كمان فرصة لنشكر المؤسسة العامة للغذاء على دورها الكبير خاصة في هذه الفترة الحرجة. يعني طيب. تقوم بدور كبير في موضوع جودة الغذاء للأمانة. يعني بما أنه نتحدث عن عملية الرقابة وعملية التلاعب في الأسعار دكتور، والارتفاعات التي قد يلجأ إليها بعض التجار، ما الإجراءات المترتبة على أي تاجر يقوم برفع الأسعار دون غيره بالقانون على وجه الخصوص؟ وهل تعتقد بأن ما نص عليه القانون هو رادع وضابط، أم أننا بحاجة إلى تغليظ هذه العقوبة وتجديدها بشكل أكبر حتى تكون يعني رادعة وعبرة لغيره من التجار الذي يحاول التلاعب؟ القوانين الموجودة حاليا رادعة جدا، يعني تدرج بالعقوبة. المخالفة، التاجر عندما يحس أن هناك مخالفة، أول مخالفة 500 دينار، ثم المخالفة الثانية تضاعف المبلغ. وبالتالي إحنا عندنا قوانين ممتازة، لكن المطلوب تطبيقها الأمانة. يعني إحنا قوانيننا لا نحتاج إلى تعديل تشريعات، ولا نحتاج إلى الآن، نحتاج إلى أن تقوم الوزارة بتفعيل القوانين والضرب بيد من حديد. لأنه التاجر، بعض التجار يعني يطمح إلى تحقيق أرباح، يعني سبحان الله النفس البشرية، يعني بدل ما أربح 1000 دينار ليش ما أربح 1200، ليش ما أربح 1300 على حساب المستهلك. والمستهلك اليوم بيعاني من 100 قصة أصلا، و100 ارتفاعات بكافة الأوجه. فلذلك صاحب الولاية دولة رئيس الوزراء، أنا بناشده عبر شاشتكم معالي وزير الصناعة والتجارة، أنه اليوم قبل أي وقت قادم اليوم يجب أن يبادر إلى فعل شيء. طيب دكتور، في سؤالي الأخير وقد يكون يعني مش من ضمن الاختصاص، لكن ماذا يفعل المواطن في حال ارتفعت الأسعار بطريقة غير قانونية؟
كالذي نشهده خلال الأيام السابقة وقد نشهده خلال شهر رمضان المبارك بالارتفاع. حملات كثيرة خرجت بالتوقف عن شراء قطعة معينة وزرعة معينة والمقاطعة وما إلى ذلك. إلى أي مدى تنصح بمثل هذا أو كيف تصف مثل هذه الخطوات والحملات الشعبية وما المطلوب من المواطن في عملية الإبلاغ لأنه هو عنصر شريك رئيسي في هذه العملية؟ شكرا. نتمنى أن تحل القضية قبل أن لا ندخل في قضايا المقاطعات. نتمنى يعني لأن قضية المقاطعة تحتاج إلى تحضير وإعلام وقصة. يعني حملات المقاطعة يعني تحتاج إلى جهد كبير من الجمعية ومن شركائها. جربنا إحنا قبل المرة حملات مقاطعة وكانت ناجحة. نتمنى الجواب على سؤالك أنه إذا استمرت الارتفاعات غير المبررة بهذه الطريقة قد تلجأ الجمعية إلى مقاطعة بعض السلع وبالتالي الخسارة راح تكون على الجميع. طبعا إحنا لما نعلن مقاطعة نعلن بديل. يعني لما قاطعنا الألبان قبل فترة لمدة أسبوعين أعلننا بديل أنه علمنا وبثينا يعني فيديوهات وعلمنا الأسرة الأردنية كيف تصنع اللبن من الحليب. تشتري الحليب مباشرة وتصنعه في البيت. نتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة وخاصة أنه في سلع أكون صادق معك يعني أساسية لا عوض قطعتها عنها. إذا قطعتها ما في بديل لها أساسية لا عوض يعني عنها. يعني مثلا في السكر تقاطعه ما في بديل بس ممكن إحنا ندعو المستهلكين إلى الاعتدال أو التوقف عن استعمال السكر صحيح. لفترة معينة ويعني أيضا حتى جانب صحي صحيح دكتور وهي أيضا دعوة للمواطنين بالإبلاغ عن أي منشأة أو مؤسسة أو ما إلى ذلك تقوم بارتفاع الأسعار. شكرا جزيلا لك المستشار الإعلامي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك دكتور. شكرا.